كوتيا انطلق محاولة حاضرة لأم صلان وكورة الله 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 الأول يأتي لصقور برزان هدف أول يأتي لأم صلان وعن طريق تكسيرة شوف الكرة من الرشيدي كوتيا مر كوتيا بعد ذلك أعطى العكسية والرأسية من مين من جانب تكسيرا أمان يا صقور برزان أمان هدف أول يأتي في مرمى السد وبرأسية مثالية من جانب البرتغالي جواو تكسيرا صعب على جهات كانت الكرة فيها صراع حسن أحمد استلم الرشيدي في الرقابة سانتي أخذ كرة بغداد سدد الله 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 خيال بغداد بنجاح يأتي شوفه 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 يا التعديل ياتي عن طريق بجاح بتسديده